انا عامل لك مفاجأة، ماشي. تحب المفاجآت ولا ما تحبهاش؟ لا بقى. طبعا احب طب قول المفاجأة. الو 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 يا صخرة. الله، جمعة يا عمدة. يا جمعة كابتن يا عمدة، ازيك؟ زمان يا جمعة ما سمعتش كده. ايه ده يا عبد؟ ايه رأيك؟ انت فين يا جمعة؟ ايه رأيك؟ ده عسل ابويا، ربنا يكرمك ابويا والله. كابتن وائل، ازيك يا مهيب؟ عامل ايه؟ اخبارك كابتن؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشنا كتير جدا. ربنا يخليك يا مهيب، وانت كمان وحشني، والناس كلها وحشاني. وطيب عمرو طبعا بتقطع قبل الناس كلها طبعا. وحشت يا جمعه والله. بتقطع في الكابتن عماد النحاس ولا لا؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ لا ما اقدرش، ده عمده، ده عشره عمري يا حبيبي. والنجاح اللي هو فيه دلوقتي ربنا يوفقه يعني، يستمر ان شاء الله يستاهل والله، ويستاهل كل خير والله يا عماد يعني. طيب كابتن وائل، عندنا واحد من اسئله الناس، واحد من الناس الرجاله مهيب اللي الواحد طلع بيهم من الكوره والله. انت عارف اللي هو ايوه المجال بتاعنا ده قليل ان انت تطلع بحد كويس فيه يعني. طبعا. حبيبي كلام وائل، انا كبير. توحشت جدا طبعا، لكن على الاقل الحمد الله لله يخليك انا يا عم. اكيد بتابعك كويس جدا، وانت اكيد الحمد لله متابع. فقدنا الاتصال اليومين اللي فاتوا دول، التليفون اتغير، لكن لازم نبقى متواصلين ان معلش شاء الله. معلش. طيب كابتن وائل، يعني عايز لا استغل لا وجودك حبيبي. معايا، وعايز اعرف رايك في تولي كابتن حسام البدري اداره الفنيه لمنتخبنا الوطني، وجود محمد بركات كمدير للكره في الجهاز الفني. يعني انا هبدا ببركات طبعا. انا سعيد جدا عشان بركات، وبركات يستحق مكانه في الرياضه المصريه من زمان يا مهيب، مش من دلوقتي أكيد. يعني. اهملنا محمد بركات شويه، وهو ساعد في الابتعاد ده، انما بركات يستحق طبعا انه يبقى موجود، واسم كبير، وفي ناس اقل منه بكثير جدا جدا خدت اماكن في الرياضه المصريه وهو موجود، انما يستحق طبعا الوجود في المكانه دي، ويستحق انه يبقى في مكان احسن من كده كمان. انما يعني الحمد لله التاخير مش وحش، وربنا يوفقه ان شاء الله في المكان ده، وينجح في المكان ده باذن الله يعني. كابتن حسام البدر، كابتن حسام يعني انا يعني اختيار من ضمن الاختيارات اللي كانت ضيقه للمنتخب، انما كلنا طالما بقى هو المدير الفني للمنتخب المصري يا مهيب لازم نبقى وراه، وهو في النهاية بيمثل مصر وبيمثل شعار منتخب مصر، وبنتمنى له التوفيق هو والجهاز اللي معاه، ويسعدونا إن شاء الله ويفرحونا وبانتصارات. احنا في النهاية زي ما بقول لك كلنا ورا اللي بيمثل اسم منتخب مصر يعني. طيب كابتن.